عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. شكرا لكم بزاف. قبل ما نبدا اي حاجه نشكركم على التفاعل ديالكم اللي صراحه فرحني بزاف في الفيديو الاخراني اللي كنت طلبت منكم. قلت لكم حاولوا تبارطاجيو لا فيديو حيت الدروس ما كيلقاوش تفاعل اكثر من لي موديل. وكيف ما كتشوفوا راه اليوم واخا كنت ناويه ما نديرش فيديو ديال 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 درس اما خياطه اما فصله، كنت ناويه ندير موديلات وعاد من بعد ان شاء الله نحط لكم الدرس ديال العبايه اللي سجلتها ديجا. ولكن نتوما تستاهلوا، كل ما غنلقى تفاعل كل ما غنزيد نتحفز باش نخدم معكم اكثر. شكرا لكم بزاف على خدمتكم، شكرا على الدعوات الزوينه. صراحه كنفرح بزاف، بالخصوص ان بزاف ديال الناس اللي بزاف ديال السيدات اللي خياطات وكتواصل معك كتقول لك راه انا خياطه ولكن راه كتعجبني الطريقه ديالك. الصراحه كيعجبني الحال بزاف بزاف، وحلا حتى انا كنشوف دروس ديال ناس اخرين اللي كيعلموا الخياطه ولا الفصاله، علاش لا؟ حتى واحد ما تزاد معلم، كنا كنستافدوا من بعضياتنا. يعني اللي كتعرف شي حاجه تشاركها مع الناس، اللي كتصدق معها شي حاجه تشاركها مع الناس، اللي بغات تعلم تلقى الدروس في اليوتيوب هكا. اللي ما كتقدرش تخرج ولا ما تقدرش تمشي مثلا المدرسه ولا شي حاجه، اللي عندها مثلا وليدات صغار تستافد غير من اليوتيوب. غنطول عليكم عاوتاني في المقدمه. المهم البنات، اليوم درس ديال العبايه ديال اللي فيها البليات، هذوك الثلاث البليات هابطين راه نخليها لكم. وراه هاد المقدمه غنحط واحد الفيديو قصير ديال العبايه باش تعرفوني علاش داويه، غنفصلها معكم. وراه سجلت حتى الخياطه. المهم غنحط عاوتاني غير الاساسيات، بحال هذوك الثلاث البليات اللي قلتوا لي كنتو بزاف كتسولوني عليهم كيفاش كيهبطوا هكاك مقادين. المهم بعدا اليوم درس ديال الفصاله ومن بعد ان شاء الله الخياطه. ولكن غنوريكم واحد الموديل قبل كل شيء. اليوم هاد الفيديو درته مخلط حيت هاد الجلابه غنعطيها لمولاتها، داكشي علاش ضروري غنوريها لكم وغنحاول نحطها حتى في الفيديو لا يكونوا فيه الموديلات. المهم البنات، هاد الجين عقلتوا عليه، راه كنت وريت لكم فواحد الشوميز وقلت لكم ما بقاش، قلت لكم راه عندي غير جوج، هذيك الشوميز اللي كنت خدمت وهاد الجلابه اللي خدمتها لواحد السيده اللي كليانه قديمه ديالي سميتها ايمان، كنقول لها تلبسها ان شاء الله صحه وراحه. خصني اليوم نعطيها لها ضروري، داكشي علاش قلت غنوريها لكم. المهم البنات شوفوا لي ديطاي ديالها، فيها واحد لاكوب هنايا بالمقلوب ديال الجين وليمون، حتى هما جاوا هكا نص نص. هنا راه كاينه واحد الثنيه وكاين هنايا بليات وكمهم جاوا من الفوخي. المهم راه ماشي في العبار ديالي شاداها من اللور، حتى الطول طويل عليا، فيها سلسله هكا كتجي جلابه سبور وزوينه. القب راه كيبان حتى هو دوفاس، المهم هادو راه دوفاس. هنايا كاين القطعه وكاين لي بلي، ها نتوما كاينه قطعه هنايا، ما كاينش لا ديكوب هكا. هادي واحد الفصاله عاوتاني في شكل ان شاء الله باذن الله غنخدمها معكم. شوف قطع هكا وهكا. مهم وكاين واحد الثاني هنايا غير في الجنيبات، كيجيو لي بلي غير من هنا لهنا باش ما يجيوش هكا في الكرش، كيجي بهاد الطريقه كتجي زوينه. هنا حاولت بينها لكم كامله، كتجي كلوش البنات. هاد الموديل يجي حتى في الكريب، يجي بالاوني، يجي في العبايات، يجي زوين بزاف. هادي اول حاجه، بعدا بغيت نوريكم هو هاد الموديل، وعاد ان شاء الله كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر، فيه الدرس ديال العبايه اللي غنوريكم دابا. كملي لا فيديو حتى الاخر وجدي ورقه وستيلو باش تقيدي كلشي، فصاله راه ساهله. وتسناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي ديال الخياطه. على بركه الله، سهله البنات الفصال
اهم حاجه كتحيدي هذيك العبارات اللي كديري في البليات صافي. وهنا الموديل كيف ما شفتوا فيه البليات وفيه صدف في بلاصه صدف. ملي كتكون عندنا بلاصه صدف يعني 6 سنتيم خصنا نحيدوها، كنزيدو 6 سنتيم ديال الصدف ديال البلاصه اللي كنديروا فيها الصدف، وزائد 6 سنتيم ديال البليات. هذوك ثلاثه البليات كيهزوا لينا جوج جوج جوج، هي 6 صافي. المهم كنزيدو في الغال في المجموع كنزيدو 12، كنزيد 12 سنتيم هنايا على الطول ديال الدوفا كامله صافي. حنا نخدموا الامام هو الاول، ها هما مطوي غير على جوج البنات، نخدموا الامام هو الاول والظهر نخدموا من بعد محت عادي. ما فيهش لا بليات لا والو، الظهر فيه فصاله عاديه. ناخذ اول حاجه هي الطول، الطول كنزيد ديما 4 سنتيم كيف ما كنقول لكم. السيده عندها متر 38 زائد 4 هي متر 42، غنطرح فيها هنا هانتوما البنات. طراسيت هنايا الطول، كنبقى هابطه ب 6 سنتيم على الطول ديال العبايه كامله. ها هي راه كنطراسي في 6 وانا هابطه، ف سمحوا لي 6 سنتيم ديال الصدف على 6 سنتيم ديال البليات 12 سنتيم، 12 سنتيم وانا هابطه. لتحت صافي هذيك 12. العبارات الاخرين غنبداو نشدوهم من هذيك 12 للجهه الاخرى، عبارات ديال الكتاف صدر الحزام والكتاف وصدر الحزام وليهونش وجلال. العبارات دابا غنزيدو غير جوج سنتيم ديال الخياطه صافي. هنايا حيدنا هذيك 6 هي الاولى، حيدنا 12 هي الاولى، 6 ديال الصدف و6 ديال البليات صافي. اتفقنا على هذه الحاجه، هذه اهم حاجه. ودابا غنبداو في العبارات ديال الكتاف. عندها عندها 42 نقسموها على جوج هي 21، 21 نزيدو على جوج هي 23. غنطراسي 23 هنايا كما ديما صافي. كنزيد جوج سنتيم قلت لكم هي 23، 23 صباطني هاد السبور صافي. غنجيو لهنايا نهبطو بربعة، نهبطو بربعة دابا فصالة عادية، غنبقى نفصل عادي. غناخد تقويرة، كنبداو ديما من هاديك 12 تقويرة، غنديرو فيها غندخلو بسبعة فيها هو 8 حيت فيها الكول كيفما ديما، وغنهبطو بثمانية وغنطراسيو تقويرة. اللي كانت عندكم مسطره البنات طويله غتسطوا هنايا خط طويل باش تبقاو هاني باش ما تبقاوش تدوخ صافي. هنايا هبطنا ب 4 سنتيم، غنطراسي الكتاف ديالي عادي كيف ما مرفه ديما. دابا باش ناخذ الصدر ونهبطوا من النقطه ديال الكتف ب 20 سنتيم، وغناخذوا النقطه الاولى ديال الصدر عندها 29 نزيدوا 2 سنتيم هي 31، هاي 30. غنهبط واحد شويه نقولوا واحد 5 سنتيم، ونعاود ناخذ الصدر عاوتاني 31 باش نديروا هذا الخط هكا باش نحطوا فوق منه الكروكي ديالنا كما كنخدم معكم دائما. ها هو الكروكي، غنحطوا على هذا الشكل وغناخذوا ناخذوا التركيز. هاد السيده عندها التركيز 29، غنحطوا ليها نيشان حيت ما فيه لا قطعه لا حتى شي حاجه. ديما كتسولوني على هاد السؤال ديال التركيز، كنقول لكم كنمشي على حساب السيده. الا بغات التركيز يجيها نيشان ما كتبغيش لا تخنشيش لا والو، كنحطوا ليها نيشان. كندور في العبار على سنتيم على تحت الاب ديالها، وكنكون مخليه واحد مدخله صباعي بحال ما هكا تحت من التركيز، وهداك العبار اللي كيعطيني نيشان كنقسمو على جوج صافي. هذه الطريقه باش كنعرف التركيز ديالي شحال فيه. والناس اللي كيبغيو العرض من جهه التركيز كيبغيو هاد الدوره تجيهم عريضه يبقاو مرتاحين فيها، كنزيد سنتيم حتى جوج سنتيم ما كنزيدش كثر. هذه الطريقه ديالي انا كنوضح لكم باش كل وحده كيفاش كتبغي تفصل
المهم تود 20 هي عندي تود 20 نيشان مهم. هذا التركيز ديالنا كل سيده والعبارة ديالها اللي عندها في التركيز. وكنهبط ب 42 باش ناخذ الحزام. عندها في الحزام 27 غنزيدو 2 سنتيم هي 29. ديما كنعبر من هنا شتوني ما كنمشيش لا ليزيغ، كنعبر من هذيك 12 اللي حيدت قلنا 29 ها هي طراسي 29 وطلعت الصدر صافي. غنهبطو ب 23 باش ناخذو الوسط. كما قلت لكم دابا كنبقاو في صاله عاليه، حد داك كتحيد هذيك 12 سنتيم وكتفصلي عادي. دابا غناخذو الوسط عندها 33 غنزيد 2 سنتيم هي 35. ها هي 35 وغادي نديرو هكا باش غنطراسيو. غادي نعاود نشرح لكم، انا ما كانش كيبان لكم مزيان حيت الكره مقلوبه ما كيبان ليا والو. وكنحيد هاد ديما كنحيدو هاد النقطه كيف ما كنشرح لكم ديما. كنزيد واحد سنتيم هكاك تقريبا من هنا لهنا صافي. وغناخد جلال جلال غندير فيهم غندير فيهم 42. غنفوت هذيك 12 سنتيم وغندير 42 وغنعاود نقلب الكاميرا ونشرح لكم مزيان. البنات غنعاود نراجع معكم من الاول. اول حاجه كناخذو هي الطول، كنزيدو 4 سنتيم. الطول ماركيناه هنايا ياك ماركيناه. البنات غنعاود نراجع معكم. اول حاجه خدينا هي الطول زدنا عليه 4 سنتيم صافي. وبقينا ديك اللي خدينا هاد الطول كامل حيدنا منه 12 سنتيم 12 12 12. وانا هابطه حتى لتحت 12 ديال 6 ديال لي بلي و 6 ديال بلاصه الصدف. ها هي انا درت لكم هنا باش تبان لكم، ها هي 6 ديال الصدف و 6 ديال لي بلي صافي. جينا جينا لهنا هذيك 12 اللي خدينا بلاتي نطلع الخط شويه باش يبان لكم. من هنا بدينا العبارات، كناخذو من هنا وانا كنعبر. خدينا الكتاف زدنا 2 سنتيم، خدينا التقويره فيها 7 على 8 صافي. كنبداو نعبروا من هنايا، كنساو هذيك هاد لابارتي كامله كنساوها صافي. كنجيو كنهبطوا ب 20 سنتيم، كناخذوا الصدر كنديروا جوج نقاط باش كنديروا التركيز ديالنا بالبيروكي كيف ما قلت لكم في 29 سنتيم. كنجي عاوتاني لهاد النقطه وكنهبط ب 42 باش كناخذوا الحزام. الحزام تا هو زدت عليه 2 سنتيم، هبطنا ب 23 سنتيم. خدينا الوسط تا هو زدت 2 سنتيم. صافي وهبط الجلال هو اللي مبقيتش ما بانش لكم قبيله، درت فيه 42. الجلال كتمشي على حساب السيده واش بغاتها كلوش ولا ما بغاتهاش كلوش. المهم ملي كيكون تبطيح واخا كديرها كلوش كتجي زوينه. وهنايا طلعت بواحد 5 سنتيم باش ما يجيش باش ما تجينيش تجنويحه في العبايه ديالي صافي. البنات هادشي اللي كاين. ودابا غنفصل معاكم، بزاف اللي منكم اللي قلتوا لي كتبغوني نقطع باش تشوفوا كلشي لعينيكم. انا واخا كنبغي نقطع هذيك البلاصه ديال التقطاع على حساب الموس فيه صداع، ولكن انا غنخدم معاكم حتى تقطع. البنات قطعنا دابا الدوفا، بغيتو البنات من بعد ما فصلنا الامام هانتوما هذه بلاصه الصدف هي 6 سنتيم، وهاد البلاصه هي اللي كيجيو فيها هذوك ثلاثه البليات صافي. المهم البنات دابا غادي نفصلوا الظهر. كنشدو هاد البلاصه اللي متراسيه كنحيدو جهه وحده وكنخليو عندنا البلاصه اللي متراسيه وكنحطوها فوق الظهر وكنخرجوا هذيك 6 سنتيم ما كنحسبوهاش صافي. وكنفصلوا الظهر صافي.
باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف، انا كنحطوا هذه فوق من الظهر، فوق من الظهر، وكنحيدوا هاد 6 سنتيم بحال ما محسوباش، تحيديها كاع انت بحال هكا ولا خرجيها على 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 الظهر، وطراسي الظهر ديالك عادي. شنو اللي كنزيدو في الظهر غنحاول نشرح لكم، حيت ما كتبغوش تقدر ليا السيبوره. هنايا غادي تزيدي واحد سنتيم في الكتاف، في عوض هنا الهبطه اللي كنهبطوا باربعه كنهبطوا غير بثلاثه، وهنا غتزيدي سنتيم هنا في الوسط ديال التركيز صافي، وغتفصلي الظهر ديالك. هادشي اللي كاين في هذا الموديل كامل، هادشي اللي مهم، ولكن انا غنكمل معكم غنفصلوا الكميم، غير الظهر ما محتاجش باش غادي نطول به الفيديو، داكشي غير شرحت لكم بحال هكا. غتحيدوا كما قلت لكم هذيك 6 سنتيم من العبارات، وغتفصلي الظهر ديالك، غتزيدي غير سنتيم هنايا في الكتف، في عوض هذيك 4 اللي كنهبطوا بها هنا كتهبطي بثلاثة، وهنا كتزيدي واحد سنتيم في التركيز صافي. هادشي اللي كاين غنفصل معكم الكميم، ونفصل نعاود معكم الكول، بزاف اللي بقيتو كتقولوا لي عاودي لينا الكول، غنعاودو معكم صافي. هادشي اللي فيه الموديل كامل، شي حاجه بسيطه، ما فيش بزاف ديال التعقيدات، كنتمنى نكون عند حسن الظن صافي. البنات كنشدو الثوب اللي باقي لينا، تنطوعو على 4 باش نديرو الكميم ديالنا كيفما ديما. الكميم عاديين فيهم غير لاستيك، ما فيها باش نعاودها لكم، بزاف ديال الناس اللي كيبغوا اللي كيكونوا يلا داخلين اول مره كيبغوا طريقه ديال التركيز وكلشي، كندير خط هكا مستقيم غير باش نبدا العبارات ديالي. المهم نبداو من هنا، ناخذ الطول، عندها في الطول ديالكم 60، ديما كنزيدو 5 سنتيم على حساب بلاستيك، ديما كنقولها لكم حيت لما درتي الحد في القدر ولا غير شي جوج ولا ثلاثه راه كيجي لكم مقزب صافي. كناخذ الطول، خدينا الطول زدنا 5، التركيز ديالنا عدى 29، كنحط هنايا 29 ها هي ماركيس هنايا، وكنهبط ب 14 سنتيم، هذه قاعده دائما كنهبطوا ب 14، وكناخذوا من هذه النقطه لهذه النقطه، من هذه لهذه، وكنقسموا على 4، هذه قاعده ديما كنديروها. هنا عطاتني 32 نقسمو على 4 هي 8 16 24 32 قسمنا على 4. النقطه الاولى كنطلعو بجوج، النقطه الثانيه كنقربو لها، الثالثه كنهبطو بجوج صافي، وكنديرو النقط بحال هكا صافي، وكنعاودو نريقلو التركيز ديالنا باش نخليو فيه 29، غنزيدو عليها سنتيم واحد غير ديال الخياطه، هنايا نحطو 30 سنتيم باش يجينا، ما حيت كنكونو كندورو في الخياطه ديال هاد التركيز مع التركيز الاخر باش يجينا نيشان. الا بقات شيطه شي حاجه راه ماشي مشكل، كتشط في الكم، المهم هي ما يجيناش ناقص على التركيز باش ما يجيكش مشكل في الخياطه صافي. وديما هنايا في هاد النقطه هادي كنهبط تقريبا ماشي 3 سنتيم، وكناخدو الدراع، الدوره ديال الدراع ضروري عندها هاد القضيه، الدراع عندها 20 غنزيدو 2 سنتيم هي 22، ها هي جاتني نيشان 22، ونطراسيها حيت كل وحده والدراع ديالها، كاينه اللي ضعيفه غتاخدي ليها على حساب العبار ديالها باش ما يجيهاش كبير بزاف، كاينه اللي كتكون عامره من جهه الدراع كديري لها لكم مزير عليها ما كيجيهاش مزيان صافي. التركيز راس لكم غنديرو فيه شي 18 حيت فيه لاستيك، من 18 حتى ل 20 على حساب اللي بغيتي، على حساب العبار، حتى ديال السيده واش ضعيفه ولا غليظه صافي. وكنديرو بحال هكا، هذا هو الكم ديالي، كنظن انه واضح صافي. غنقطعو ونكمل معكم الكول. البنات واحد القضيه بالنسبه للكول، ديروا كباري بالوراق قطعوه حيت ما كيتبدلش الكول، ديما كيبقى كيف ما هما كيف ما هو، وليو تفصلوا عليه باش يجيكم ساهل. انا راه عندي ولكن ديما كتوضر ليا، المهم تنعاود ندير معكم تنعاود نصايبو، ولكن انا قلت من مزيان باش نعاود نشرح لكم الكول نخدمو معاكم. كنديروا الكول اوفيسي فوق منه كول شوميزي كيف ما درت معكم في هذيك الموديل اللي قبل. مهم كنديرو 23، 23 هادي راه ديال التقويره، ديما 23 ما كتبدلش، المهم انا ديما كتجيني نيشان، علاش بقيت ديما كندير 23 باش كتجيني نيشان. فيه 4 سنتيم ديال العرض ديالو، 3 حتى 4، المهم انا كنفضل 4 باش كيجي واقف وزوين.
يعني شفتوا معايا في الخياطه ديال الكول كيفاش كيجي. صافي اهم حاجه عندي هو هذا الكول هكا كنصايبو فحال ما هكا وكنجيو لهنايا وكندير هذا الخط فحال هكا صافي وكنطراسي الكول ديالي كول شوميزي فوق من الكول اوفيسي بهذه الطريقه ساهل. وكنقطع وكنجيو لهنايا لهاد لا بارتي هاد الفوقانيه وكنقصو واحد سنتيم. انا قلتها لكم في الحصه اللي قبل باش كيجيني الكول طايح على العمق. صافي البنات صافي نقطع معكم الكول ونكمل. هذا الكول ديالي كول اوفيسي وهذا كيف ما قلت لكم كنجيو لهنا وكنقصو واحد سنتيم. المهم هو تنقصي واحد شويه سنتيم تقريبا هنا. وهذا الكول ديالي هانتوما من كيتخيط كيجي بحال هكا. جينا الفينال البنات ديال الفيديو. كنكون كنتمنى نكون عند حسن الظن ولا اللي ما فهمت شي حاجه راه ديما كنخلي الرقم ديالي ديال الواتساب تعاود تواصل معايا ونشرح ليها على الراس والعين. بسلام عليكم تسناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي.